راديو نيل. دكتور، عايز اسال على حاجه برضو. في حاجه مشهوره ما بين الامهات تحديدا، انه انا ابني بيسهر يذاكر بالليل، فانا المفروض ان انا الام بتبقى قاعده جنبه على الكنبه حاطه ايديها على خدها كده، يا اما بتعمل له ساندوتش يا اما فهل انا كأم وابني قاعد بيذاكر مثلا، سواء ليله الامتحان سواء في الفتره اللي هو بيذاكر فيها قبل الامتحان دي، هل ان انا المفروض افضل زي ما بيقولوا لازقاله طول الوقت عشان اتاكد؟ اقول انا بقول له انه دعم، بس انا عايزه اتاكد انه بيذاكر. هل صح ان انا طول الوقت ابقى معاه؟ السؤال الثاني ممكن اعكس السؤال، هل ابنك فعلا مصدق انك انت ده دعم ولا ده المراقبه اني انا قاعد بذاكر؟ ما تخلي بالك، احترم الذكاء ابنك. طيب حبيبي، انت عايز حاجه، انا قاعده في اوضتي، لو عايز حاجه انا صاحيه. اوكي، انا اديته ثقه في نفسه، انا واثقه انك انت بتذاكر، وفي نفس الوقت انا بدعمك، انا مش سايبك لوحدك. لو ده هيساعدك في الدعم. وانا كقلب ام سهران عادي، وانا كقلب ام انا طبيعي يا جماعه. انا مش بخالف الطبيعه. لا، انا طبعا قلبي من جوه وكني انا عايزه اطمن على ابني ان هو بيعمل اللي عليه. ومش لذيذ برضو ان هو يشوف ماما وهي قلبها واكلها عليه قوي بالظبط. فاللي هو انا بديك الثقه انك انت قاعد بتذاكر، بس هقول جمله لابني، خلي بالك حبيبي، انت هتحصد نتيجه اللي انت بتعمله، مش اللي انا بعمله. اللي انت بتعمله. شايف ان الجمله دي ممكن توتره جدا؟ لا، هي ممكن تتقال. انا ده الكونسبت، ده الكور. بس عايزه افهمه ان انت حبيبي، انا كانا انا نجحت وخلصت وجوزت وجبت اولاد، انا ولا هزيد حاجه ولا هقل حاجه. بالظبط بالظبط. يعني انت اذا كنت بتذاكر عشاني، لا، انت مش بتذاكر عشاني، انت بتذاكر عشان انت بتبني مستقبلك يا حبيب قلبي. انت نقيت، انت اخترت حاجه، فانت بتسعى لها، فانت ربنا هيجازيك على قد سعيك، وانت برافو عليك، انت عملت اللي عليك وانت بتعمل اللي عليك. لازم التحفيز، الكلمات التحفيزيه دايما، وبتعمل اللي عليك لانك انت هتوصل للي انت عايزه. وممكن مثلا كل every now and then، انا مش عارفه ده صح ولا لا، بس ادخله مثلا ساندويتش، اقعد اهزر معاه شويه، افصله شويه عن المذاكره، اطمئنان. ما هو دي ممكن تتعمل بطريقتين، يا هو يقوم يفصل يدور عليكي انت فين ويخبط عليكي، وده الافضل وده احسن. لان هو انت ممكن تدخلي في وقته هو مركز. يبقى احنا كده واحد كذا، اتنين ايه؟ حبيبي تاكل، حبيبي عمل الواجب في المدرسه، سندوتش اسيبه انا اركب له كاميرا طيب في البيت علشان عايزه اطمن. احساس المراقبه ده مطمن جدا. لا، احساس المراقبه مش لطيف. طبعا لو هو مش نابع من اكهرب الباب عشان ما يخرجش يروح الحمام، يعني على اولادنا لما يكبروا بجد. فده الهدف. انا بحسسك ان انا موجوده، بس مش ببريشر، انا موجوده.